السلام عليكم، ازيكم يا رجال؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده يا رجال هعلمكم ازاي تسوق المستقل. ارجو لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك والاعجاب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. هيا نبدا. ده رجالي الغطايا دي تانك الديزل، دي غطايا تانك الديزل البنزين. هتفكها بالمفتاح وتفضي الديزل بتاعك البنزين، ودي مفتاح التشغيل. بعد ما شغلت الكهرباء خلاص كده هدوس على الزر ديتي هيشتغل معايا المستكل كده. المستكل شغال. عشان خاطر اقدر ادي غيارات لازم اشد دي العصاية دي، لازم اشدها كده لجوا. ده اسمه دبرياش. لو انا مشديتش دي كده مش هقدر ادي غيارات. والغيارات يا رجالي تحت رجلك اليمين زي ما انتم شايفين كده. كده الاول اهوات تجي هنا، اهوات تظهر لك ايه الاول. لو انا حبيت ارجع الغيار هدوس هنا اهوات كده على دي اهو كده، اهو الغيار راح كده، هو منور يعني ما فيهوش غيارات. المستكل رجاله في 5 سرعات، 5 غيارات تمام. ده رجالي سرعة ده ديتي مقاس البنزين، ودي السرعة عداد السرعة، يعني ده عداد البنزين ده عداد السرعة. في يدك اليمين يا رجالي، في يدك اليمين دي سرعة البنزين، ودي فرامل اليد، والزر الأحمر ديتي معفصل الكهرباء في المستكل، معفصل البطارية يعني. وتحت رجلك اليمين يا رجالي دي فرامل الرجل، دي فرامل الرجل. وكده يا رجال انا شرحت لكم كل حاجه، هوريكم ازاي دلوقتي تمشي. تعال يا احمد امسك التليفون دي سكو كده، اركب اركب. عشان خاطر يا رجاله تقدر تطلع لقدام هوريكم عملي، لازم تدوس على الدبرياش ديتي، تشد دبرياش تد غيار والغير هيبان هنا واتي قدامك اهو. كده انا اديته اياه الاول، واديني هطلع وانا طالع هسيب الدبرياش شويه شويه، هسيب الدبرياش المستكل يمشي معايا على طول. واقدر ادي الثاني عادي، اشد دبرياش زي كده واروح اياه داس تحت رجلي اليمين على الغيارات اخذ الثاني، وادي الثاني باين اهو. كده يا رجال انا شرحت لكم كل حاجه. ارجو لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك والاعجاب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اياه كل جديد. السلام عليكم.